صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك زكاة على الآلات والمعدات الثقيلة أم أن الزكاة في أرباحها؟ وإذا كان فيها زكاة المعدات والآليات التي تستخدم وتؤجر، الزكاة في أجرتها. أما الآليات والسيارات والمعدات الثقيلة التي معروضة للبيع، الزكاة في قيمتها، تقوم عند تمام الحول على رأس المال، تقوم وتزكى القيمة. نعم.